بس الحقيقة مش الوصية هي الويل اللي احنا بنعرفه دلوقتي، ولكن الوصية لكي تحفر في القلب زي ما هو هيقوله دلوقتي لازم تكون اسلوب حياة، اسلوب هو اتربى عليه. الموضوع ده كان معروف في العهد القديم وما زال معروف الى حد كبير دلوقتي. يعني ربنا قال لابراهيم ان هو يوصي اولاده، وطبعا يعقوب لما جابهم وقال لهم لكل واحد حاجة هو كان بيشرح لهم بالظبط نوعية التصرفات اللي هم هيعملوها. وموضوع الوصية ده كان ماشي كتير، وكان الناس تكتب وصايا بالحاجات اللي تهمها، لكن الوصية بتاعت توبيا هي وصية مثالية لأنها وصية شاملة. الوصية دلوقتي ابتدت تشرنك شرنك شرنك لغاية ما ابتدت تبقى بتهتم بإيه؟ بالأمور المالية بس. يعني الوصية ان الواد ده ياخد ده، البت دي تاخد ده، الست بس كده. ولو ان يعني بيني وبينكم دلوقتي في الفينرال هومز والسيميتاريز وكده عندهم بوكلت، البوكلت ده انا بشوفه عامل زي الوصية شوية، بس هو كل اللي بيهتم بيه الارينجمنتس بتاعت الفينرال، مين هيقعد في الصف الاولاني ومين هيتكلم ومين هيقول ايه ومين هيعمل ايه، كلها وصايا. ودايما كانت الوصية بقيمة الواصي، يعني لما يبقى الواصي انسان ليه ثقل بيبقى الوصية ديت ايه مهمة. لكن في وصايا اوقات بتبقى غير ملزمة، يعني مثلا واحد زعلان من واحد يقول لك لما اموت ما مشيش في جنازتي. طب لو جه جنازته هنقول له لا ده ملحوم موصي انك ما تمشيش في جنازته؟ انا اسف اقول ده كلام ايه يعني شغل عيال. لكن موضوع الوصية هو موضوع مهم، بس أنا وجهة نظري أن الوصية ليست مجرد كلمات يقولها الإنسان وهو ينتظر الموت، ولكن الوصية لكي ما تنفذ فعلا لازم تكون أسلوب حياة يعيش فيه الأب والأم وأولادهم، بحيث أن هو ينفذ الآية اللي بتقول رب ابنك في طريق الرب فمتى شيخ لا يحيد إيه عنه، حتى لو حد يعمل ايه يرجع. يقول كده واذ خال طوبيا انه قد استجيبت صلاته. طب هو كان عايز ايه في صلاته؟ ان هو ربنا ايه يريحه ياخد روحه يموت. فهو تخيل ان لما الملاك رافائيل جه في الاصحاح الاخير قال له ربنا استجاب لصلاتك، فهو فهمها هنا ان استجابة الصلاة دي عبارة عن ان هو ايه هيريح. ودي نقطة الحقيقة لطيفة ومهمة جدا، الله يستجيب لصلاتنا بس ليس فيما نقوله ولكن فيما هو صالح لنا. أقول الجملة دي تاني، الله يسمع الصلاة، ما فيش صلوة واحدة بتصليها بتروح، كل كلمة بتقولها ربنا متسجلة قدامه. إذا كان هيحاسبك على الكلام الوحش يبقى الكلام الكويس ما هيفوته، لا ده الكلام الكويس محتفظ بيه، بس الكلام الكويس ده ربنا بيسمعه وبينفذه لمصلحتك مش حسب ايه كلامك. ليه؟ لان كلامك بيعكس فكرك، كلامك بيعكس فكرك، ومين قالك ان ده؟ هو بيقول على فهمك لا ايه لا تعتمد. فهو لما قال له ربنا استجاب لصلاتك قال بس ده الملاك ايه زي ما بيقولوا ملاك الموت، يعني جاي ايه كده، طب بقى اديني بقى شوية كده وقت اما اقول للولاد ده ايه كلمتين. لكن استجابة ربنا حبيبي فيما هو لخيرك وليس فيما تقول. حط دي قدامك عشان لما تلاقي الأحداث ماشية في عكس الاتجاه أو في أمور أنت ما كنتش مرتبها أو ما كنتش متخيلها أن هو ده اللي أنت عايزه، ما تقولش أن ربنا ما استجاب ليش. ده الأباء بيقولوا أن أحيانا الاستجابة في عدم الاستجابة، يعني أنت تطلب حاجة وربنا يقولك لا مش هديك دي، فانت تقول ربنا ما بيستجب ليش، لا ربنا بيستجب لك. زي ما ابنك يطلب منك سكينة هتدي له سكينة؟ مش هتدي له سكينة. فهنا استجيبت صلاته بفكره ولكن استجيبت صلاته عمليا، ده اللي احنا بنتعلمه بطريقة تانية هنشوف اجمل بكتير من اللي هو كان ايه متخيله. واحنا دايما ايه يعني الحتة دي بتبقى شوية ملخبطة قدامنا. انا فاكر قصة كانت مشهورة اتنشرت حتى في لوس انجلوس تايمز، كان اب وقال لابنه لو انت جبت
تقدير معين في حاجة يعني دراسة وكده هجيب لك عربية. والأب ده كان متدين قوي. فراح الولد جاب حق النتيجة دي. فبيقول لبابا فين الهدية؟ قال له الهدية على المكتب. فراح المكتب لقى انجيل ملفوف. لقى لفة فتحها لقى جواها انجيل. طبعا الولد اتجنن. قال له وانا من عندي انجيل كتير. انت رايح تجيب الانجيل؟ فرمى الانجيل في وش ايه؟ ابوه. والاب اتأثر جدا ومات. بعد المدة شوية الواد بيفتح الانجيل لقى الانجيل فيه شيك بتمن عربية الاب حطه في ظرف جوه الانجيل. فاحنا احيانا الاستجابة بنبقى مش فاهمين مش عارفين. لكن لو انت مسكت في ربنا هتلاقي الامور كلها تمشي صح. وتهيأ له ان يموت. وبرضو دي احب اقف قدامها. كلنا عارفين ان احنا هننتقل. في حد مش هينتقل؟ اللي مش هينتقل يرفع ايده كده. ها كلنا هننتقل صح. واخر حاجة بنهيئ نفسنا ليها هو هذا الامر. يعني احنا بننشغل بحاجات كتيرة جدا. بننشغل هناكل ايه وحنشرب ايه وحندرس ايه وحنسكن فين وحنعمل ايه في العيال وحنعمل ايه في مش عارف الفلوس ونأمن ونجي عربية ومش عارف ايه صح. كلنا كده ما احنا بشر مش كده. لكن الحقيقة اللي قدامنا كلنا واحنا كلنا حتى نيجي نحضر الجنازة ونتأثر وبعد كده ايه يعني بكرة واحد يوليا بكرة عيد ميلاد ماسيو الاتنايح ده يبقى 24 سنة. احنا كلنا ما بنتهيأش لهذا الامر. مع ان هذا الامر اقول لك كلمة تخوفك الموت اقرب اليك من اي شيء. شوف انا بقول لك ايه ولا يستطيع ان يمنع عنك شيء. انا في حادثة مرة اثرت فيا قوي. كان واحد انا حكيتها كتير لبعضكم في بعض جنازات. كان واحد مريض بالقلب واخوه بيمتلك مستشفى كبيرة جدا. فطبعا انتوا عارفين في مصر يعني if you know somebody you get different treatment يعني. فكان يروح بدل ما يروح عيادة القلب يكشفوا عليه او يعملوا له سي جي ولا الكلام من ده كان يطلع الاي سي يو يعملوا له بلاد جازز ويعملوا بقى كل حاجة. كل شهر كده كل شهر يروح الاي سي يو ويتعمل له ايه فول سكرينينج. الراجل ده كان ابنه جاي من كندا فقال لابنه بعد ما خلص كانت الاي سي يو في ثالث دور والسيرجيكال ثياتر العمليات في ثاني دور. عمه ده كان جراح وكان شير هولدر كبير في المستشفى. قال له تعالى سلم على عمك. فنزلوا ثاني دور فبيسال على عمه قال له في عمليه اقعدوا اشربوا حاجه في الكافيتيريا على بال ما يخلص ويطلع يسلم عليكم. ماشي قعد في الكافيتيريا طلب شاي. جابوا له الشاي جنبيه الجراحه وفوقيه الايه الاي سي يو. راح عامل كوبايه الشاي كده ولا فنجان الشاي كده وحط راسه على الترابيزه وقد كان. عملوا له بقى كود 100 وبلو كود والحاجات اللي الدكاتره بيعملوها دي الحلوه. الدنيا اتقلبت في المستشفى وقد كان خلصت. الريبورتات لسه بتطبع فوق بتقول ان هو ايه بيرفكت. فليس لانسان يسير ان يهدي ايه خطواته. لو انا الكلام اللي انا قلته ده دخل دماغكم بجد وصدقتوه مفيش اتنين هيتخصموا. مفيش واحد هيغلط في حد. ليه؟ ليست لنا هنا مدينة باقية ولكننا نطلب ايه العتيدة. هتبص لكل حاجة بصورة مختلفة. هتبص من له كأنه ليس ايه له كأنه ليس عنده ولا فرقة. عند الموت بنيت القبر بالرخام وطلته بالذهب ولا عملته شوية طين كده في الاخر عظام اموات. احنا نسمع ولكن قلبنا لسه ماسك في الارض. لكن توبيا يقول تهيأ له أن يموت. يعني ابتدى يستعد. وعجبني جدا توبيا في حاجة. إن هو عاش طول عمره كإنسان بار. وكان متمسك بالشريعة.
يدفن الموتى. عارف ان دفن الموتى ده هيكلفه حياته؟ لا، هيدفن الموتى لان دي وصية. فكان يطيع الله بأمانة شديدة جدا. لكن لما جه يموت فكر في ايه؟ فكر في ابنه. يعني هو اقدر اقول ان هو كان ايه؟ مستعد. كان لسان حاله اللي بيقلهوش في العهد اللي تقال في العهد امين تعالى ايها الرب ايه؟ يسوع. ده كان لسان حاله، كان مستعد. بس لما عرف انه هيمشي فكر في اهم رسالة ممكن الانسان يقوم بيها، وهي ابنائه، عشان يقدر اما يطلع عند ربنا ويقف يقول له انا والاولاد الذين اعطيتنيهم لم يهلك منهم احد. يبقى انسان امين في حياته وامين في وزناته، امين في حياته وامين في وزناته. طبعا احنا حياتنا احنا بنتحاسب على عملنا، لكن اولادنا بنتحاسب على ان احنا بنحاول ننصح ونعلم ونرشد ولا لا. ده اللي انت تتحاسب عليه. انا قلت لكم الموضوع ده كتير في حزقيال، يقول كده اذا انت نصحت الشرير وتاب لا يهلك، واذا نصحت الشرير ولم يتب دمه على رأسه، واذا لم تنصحه وهلك دمه عليك. فيبقى احنا دورنا ان احنا نعمل ايه؟ عشان كده بولس الرسول قال لا اكف ان انظر بدموع كل ايه؟ كل احد. احنا ليه؟ لان هو عنده حرية ارادة. استدعى اليه توبيا ابنه وقال له اسمع يا بني كلمات فيه او فمي واجعلها في قلبك مثل الاساس. خلي بالكوا هنا من الديالوج ده ماشي ازاي. الكلمات خارجة من مين؟ من بقه. فم البار يتلو الحكمة. فم توبيا بيتكلم بالايه؟ بالحكمة. بس هو الكلمات اللي بتخرج من فمه اللي هي صدرة عن عقل راجح وقلبه محب لله، عايز يحطها في مكان امين عند ابنه. يحطها فين؟ في قلبه. ليه؟ بصوا يا جماعة بصراحة كده، اي كلام انت بتسمعه ممكن يخش ودانك ممكن ما يخشش. يعني في واحد يقول لك انا مشغل حاجة جنبي كده بتزن، هو مش سامعها. وفي اوقات انا خلينا اخد مثلا وعظة في الكنيسة، الناس كلها قاعدة، في ناس قاعدة لما اخرج عايز اعدي على مش عارف ايلات، وبعدين اروح مش عارف رالف، وبعدين مش عارف فاضل اكل من امبارح ولا نعمل جنبهم شويه مش عارف ايه، وايه وابونا قاعد يتكلم ومحضر وهم قاعدين ايه مبتسمين كده، بس ايه دماغتهم ايه مش هنا. وفي واحد تاني قاعد بيسمع بس يقول لك ايه هيخلص امتى ده؟ ده هيتاخر النهارده. كويس ابونا طول النهارده. وفي واحد تالت قاعد بيسمع لا ابونا محضر، لا ابونا مش محضر، الظاهر كان مشغول فبيقول لنا كلمتين وخلاص. وبعدين واحد رابع بيسمع ويتأثر، بس التأثر بتاعه بيبقى لغايه ما يخرج من الباب هنا، واول ما حد يقابله ينسى ويرجع تاني. وفي واحد بيقول خبأت كلامك في ايه؟ في قلبي. ياخد كل كلمة بيسمعها مش انها من ابونا ولا من اي حد. ودي حتة يعني سامحوني مش موضوعنا، بس احنا ابتدينا نخش في المولد ده، ان احنا ابتدينا ده متكلم مش عارف ايه وده مش. صدقوني زمان ما كان فيه في المكتبة كلها غير الانجيل. انا فاكر ابونا كان الكبير بتاعنا زمان كانش عنده غير هو الانجيل، قاعد يقرأ في الانجيل رايح جاي، ويخرج من كنزه جددا وعتقاء. هي كلمة مين؟ ربنا. انت تاخد الكلمة من مين؟ من ربنا. الفرق بين واعظ واعظ ان في واحد بيعرف يعني يشغل يشدك فتسمعه وتنسى برضه، وفي واحد كلامه روح وحياة بيخش في قلبك وتتغير. فهنا ياريت ان احنا يكون كلامنا من النوع ده، خارج من فم حكمة مملوء حكمة لكي ما يصل الى قلب ويسكن فيه. لان
لو غيرت دماغ اللي قدامك اي حد تاني هيغير دماغه، لكن لو غيرت قلبه هيبقى صعب ان هو يتغير. واضحة دي؟ يعني انت ممكن تقنع بواحد بحاجة وبعد شوية يجي واحد تاني يقنعه بالعكس، لكن الانسان اللي قلبه بيتغير ده بيثبت، لان الكتاب بيقول من القلب مخارج الحياة. فبيقول له ايه بقى الوصايا اللي جاية دي؟ الوصايا اللي جاية دي تعتبر من اجمل الوصايا اللي في الكتاب المقدس، لانها بتشمل تقريبا كل جوانب الحياة. في بعض الناس بتقسمها لامور خاصة بالاسرة، وامور خاصة بالمجتمع، وامور خاصة به هو كشخص. فبلاقي ان الوصية شاملة، لكن هي كلها بتدور في محراب ربط هذا الابن بربنا من خلال اعمال يرضى عنها الله. فبيبتدي بايه؟ بحاجة هم بيحبوها جدا اليهود، اللي هو بالنسبة لجسد طوبيا هو بقى متخيل انه هيموت. فبيقول له كده اذا قبض الله نفسي. كلمة قبض ما تمشيش مع ربنا، كلمة قبض دي تمشي مع ايه؟ مع الشيطان. بس هي فيها عمق لذيذ. هي ايه؟ في الوقت ده كان كل الناس اللي بتموت بتروح فين؟ جحيم، صح؟ فيبقى هنا بيقول له حتى لو ده حصل، انا نفسي اللي في الجحيم دي هي تحت سلطان الله ضابط الايه؟ الكل. يعني لو حتى ان ده حصل، يبقى انا مش الشيطان خدني، ده الشيطان مجرد فترة كده، لكن انا في ايد مين؟ ربنا اللي عند الصليب نزل وساب الناس، اخرج الناس دولت. فواخدين بالكو؟ قبض الله، يبقى هو بيتكلم على الفعل نفسه، لكن بيدي رجاء فيه ان الله هو اللي في ايده روحه. فادفن جسدي. حتة الجسد دي عند اليهود مهمة، والحقيقة هي في كل يعني كل الشعوب موضوع الجسد ده ليه صورة او اخرى بيهتموا بيه. يعني احنا شفنا ابونا ابراهيم اشترى مغارة المكفلة ودفن فيها سارة، ودفن فيها ابراهيم، ودفن فيها اسحاق، ودفن فيها يعقوب، اللي يروح فيه كل الخليل في المناطق اللي تبع الفلسطينيين. هناك في منطقة مقسومة بين اليهود والمسلمين فيها اجساد الناس دولت، فكانوا بيهتموا. وشفنا برضو ان يعقوب لما مات في مصر، على الرغم من ان هو يوسف كان ليه سلطان كبير، وكان ممكن يمكن يعني تجاوز منه، اقول ممكن كان يعمل له هرم صغير كده ولا حاجة، لكن ما عملش كده، خد جسده وطلع بيه عشان يدفنه في ارض الموعد. ودي طبعا عملية مش سهلة يعني. ونفس الشيء يوسف بالنبوة قال لهم وانتوا طالعين بقى ما تسيبوش عظامي، خدوا عظام يوسف ايه معاهم. وطبعا كان مر وقت كبير جدا. فهنا اليهود عادة بيهتموا بالمراسم الدفن دي، وفي ناس كتير بتهتم. صحيح في شعوب يعني ناس بتقول لك حتى اللي بيحرقوا بيدوي، يعني اللي بيحرقوا ده مفروض ان هو بياخد الريمينز دي وبيحطها في البيت، دلوقتي بقوا يدفنوها في الهوليكروس كمان او بيرموها في البحر. طبعا دي كلها تطورات مش هي الطبيعية يعني. لكن حتة الجسد، ومش بس كده، ده في نقطة كمان جميلة هنشوفها بعد كده كان مهم. يقول ايه؟ واكرم والدتك. اكرم والدتك. احنا الاصحاح اللي فات شفنا ان الست مرات طوبيا لما هو قال لهم الجدي ده مسروق ولا لا، ايه اديت له ايه؟ كلمتين يعني، قالت له يعني مش كفايانا يعني اللي انت مش قادر تكسب، وهي بتشتغل خياطة، وكانت بهدلة يعني نسيت تشتغل في الوقت ده. ولكن مع هذا الجميل في طوبيا الاب ان هو وحدانية القلب التي للمحبة دي ما بتفرقش. يعني الناس اللي عندها عمق روحي يقولوا ان الخلاف في الرأي لا يفسد للود ايه؟ قضية. احنا مشكلتنا ان احنا رياكتف. يعني ايه رياكتف؟ يعني مجرد ان احنا نختلف في الرأي بقينا اعداء. لكن الناس اللي عندها عمق روحي ممكن يختلفوا جدا في الرأي، ومع هذا لا يفقدوا محبتهم لبعض وما يشوهوش في بعض. دي عايزة قامة روحية عشان اقدر اختلف معاك وفي نفس الوقت ان انا ايه
أحبك. فبيقول له اكرم والدتك جميع أيام حياتها. يعني الحياة دي وصية مهمة جدا ان هو بيوصيه بإكرام الأم، على الرغم من زي ما بقول انها ما كانتش رقيقة قوي في معاملاتها معاه، ولكن هو حاسس ان دي سبب بركة لابنه لازم يهتم ايه بيها. فهنا بيدينا صورة جميلة للعائلة. يعني احيانا في ناس لما تقرب من الموت تلاقيه يقولك ايه، خلاص يعني ما يهتمش بحاجة، ما يفكرش في حاجة. يعني واحد زي مثلا هيرودس لما قالوا له انه هيموت، عمل اجتماع جاب فيه رؤساء العائلات الكبار كلهم، وكان مقرر ان هو يقتلهم كلهم عشان يكون في كل بيت كبير جنازة في البلد، بحيث ان هو ينكد على ايه، عارفين الحسنة تخص والسيئة تعم، كانت حاجة كده عايز ينكد على الناس كلها. نيرون عمل حاجات تشبه كده. فالناس دي كان بيبقى عندها نوع من السادزم. لكن الانسان الروحي حتى لو انسان اساء اليه وهو بيموت بيفكر فيه وبيشوف ان الست دي ليها بركة وان الولد ده لازم ياخد بركة ايه، امه. واذكر ما المشقات التي عانتها لاجلك في جوفها وما كان اشدها. هنا بيحول اهتمام توبيا الابن بامه من مجرد واجب لانه دين بيتسدد. في فرق كبير قوي بين ان انا احس ايه، يعني تقول بي نايس ان انا اعمل لك حاجة، يعني دي اكت اوف لاف مني انا، وبين ان انا حاسس ان انا ايه، مديون لك، انا مديون لك، يعني كل اللي انا اعمله لك ده ده مجرد تسديد للايه، للدين اللي عليا. ومتى استوفت هي ايضا زمان حياتها، لما تكمل ازمان حياتها فادفنها الى جانبي. كان دايما بيهتموا برضو بالحتة دي، والحمد لله في الهولي كروس محافظين على الطقس ده، او مدافن امريكا تلاقيهم حاطينهم فوق ايه بعض كده جنبهم يعني، وان شاء الله كده الاتنين حياتهم الروحية تبقى مقدسة ويكونوا في الفردوس مع بعضيهم. يعني يعني مش مشكلة ان الجسد يبقى مع بعضه، لكن المهم اللي ايه. الحقيقة في ناس بتسمي الموت المعلم الاكبر، ففي بعض كابلز ما بيطقوش بعض، لكن في الـ في الـ في الموت بايه نو ساي بقى، بيقعدوا جنب بعض كده. لكن هنا بيوري نوع من الكرامة ونوع من الارتباط، وهنا بيدينا فكر رائع ان حتى بالموت الاتنين دول ما بينفصلوش ايه عن بعض. وانا شفت حالات بتلاقي مثلا حد من الطرفين يموت، التاني قبل الاربعين يكون وراه، يقول لك مش قادر يعيش من غيره، ارتباط غير عادي، ارتباط روحي ونفسي غير عادي. طبعا كل واحد هيحافظ على شريك حياته دلوقتي عشان ما فهنا حتة الالتزام دي. وزي ما قلت لكم سارة وابراهيم وكل الجماعة دولت هتلاقوا ان هو كانوا بيعملوا نفس الايه التقدير ده. فهم عاشوا مع بعض على الارض وجسديهما دفن الى جوار بعضهما، وهما راحوا في الهوية في الاول وبعد كده انتقلوا الى ايه الفردوس. فالزهقان من شريك حياته يصلح فكره، لان هو ده اللي لازق لك على طول. واخدين بالكم؟ طيب ده من ناحية الاب اهتمام بدفن جسده. وخلي بالكم دي كانت خدمة توبيا، لان هو كان بياخد الناس يدفنها، فطبعا لو هو ما دفنش تبقى ايه، تبقى مشكلة يعني. وبالنسبة لزوجته، طب انت بقى، وانت فليكن الله في قلبك يا ابني. على فكرة الوصية دي مكتوبة بروح العهد الجديد، يعني ممكن تعملوا مقارنة كده بين الكلام اللي فيها وتحسوا ان فيها حاجات كتير بفكر العهد الجديد. يقول له ايه، وانت فليكن الله في قلبك يا ابني، اعتني قلبك ولتلاحظ عيناك ايه طرقي. القلب زي ما قلت لكم منه مخارج الحياة، فالانسان اللي قلبه بيحب ربنا هتلاقي كل حاجة طالعة منه كويسة. جميع ايام حياتك، مش تحب ربنا في الدقيقة ولا في الشدة، لا، ده انت كل ايام حياتك تحط ربنا ايه في الاول. واحذر ان ترضى بالخطية وتتعدى وصايا الرب الهنا.
دي نقطة في منتهى الأهمية. العار الشعوب الخطية والإنسان لو الخطية ملكت على قلبه يبقى فقد محبة ربنا. فأهم وصية ممكن إن احنا نعلمها لأولادنا إن هم يحبوا ربنا. لو حبوا ربنا هيحبوا بعض وهيحبوا الناس كلها وهيعيشوا في سلام. الأنبا أنطونيوس كان عنده قول رائع يقول أحبب وافعل ما شئت، لأن القلب اللي يحب ربنا لا يستطيع أن يملك عليه كراهية. المحبة دي تعمل وحدانية. فاكرين الأب اللي جاب ولاده وجاب العصيان بتاعتهم وربطها وقال لهم اكسروا العصيان دي، حد عرف يكسرها؟ لا. طب ولما فكهم؟ سهل نتكس. ايه اللي يربطنا؟ ايه رباط احنا بنقول رباط المحبة. رباط المحبة ده ما يتباعش في فونديبو. رباط المحبة ده حاجة بتملك على القلب، ان الله يسكن فين؟ في قلبك. بعد كده ينتقل للتعامل للمعاملات او للمجتمع، ويتكلم في موضوع في منتهى الاهمية قوي جدا في سفر توبيا، اللي هو موضوع الصدقة. موضوع اكثر من رائع. ويقول آية عجيبة جدا، يقول له تصدق من مالك ولا تحول وجهك عن فقير، وحينئذ فوجه الرب لا يحول عنك. كن رحيما على قدر طاقتك، إن كان لك كثير فابذل كثيرا، وإن كان لك قليل فاجتهد أن تبذل القليل بنفس طيبة، فإنك تنجز لك ثوابا جميلا إلى يوم الضرورة. ونيجي للآية بقى الجميلة دي، لأن الصدقة تنجي من كل خطية ومن الموت، ولا تدع النفس تصير للظلمة. إن الصدقة هي رجاء عظيم عند الله العلي لجميع صانعيها. أكتر واحد اتكلم على الصدقة هو توبيا، وقال كلام عجيب جدا الناس بتقف قدامه. يقول الصدقة تنجي من كل خطية. يعني ايه الصدقة تنجي من خطية؟ احنا عارفين ان مفيش حاجة بتنجي من خطية الا دم ايه؟ المسيح. ومن الموت، تنجي من الموت ولا تدع النفس تصير للظلمة. تعالوا نفهم الايه الكلام ده. الصدقة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت تشارك اخر في ملك، في سندويتش، في فلوس، في وقت، في معرفة، في حكمة، في أي حاجة، إن أنت تشارك. فالصدقة دي لو أنا عايز أديها اسم تاني هسميها Act of Love. يعني إيه Act of Love؟ عمل محبة، صح؟ يعني أنا حطيت قدام إبراهيم الجوهري ده، واحدة سألت 18 مرة في يوم، خد 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 خد. لو هو كان بيشغل دماغه في الموضوع يقول لك ده أنا صاب، لكن هو كان بيشغل إيه؟ قلبه. الصدقة لا تصدر كصدقة صحيحة إلا من قلب محب. قلب إيه؟ محب. في فرق بين واحد يقول لك رجل البر والتقوى، أو زمان كانت في موضة في الكنائس اللي يقدم أيقونة ولا يقدم حاجة تبص تلاقي إيه كتب اسمه عليها، فكل الناس إيه تعرف. استوفوا إيه؟ أجروهم. لكن الصدقة الحقيقية هي لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك. الصدقة الحقيقية هي عطاء من الأعواز، كامرأة كالإيه الأرملة التي أعطت كل إيه معيشتها. طب إزاي الصدقة تنجم الخطية؟ ببساطة شديدة، الصدقة لو صدرت من قلب محب لله يبقى القلب ده في حالة إيه؟ توبة دائمة. ولو الإنسان ده تائب توبة دائمة يبقى الإنسان ده نجا من إيه؟ من الخطية. يعني أنت النهاردة مش ممكن تلاقي شجرة مثمرة إلا ما تكون الشجرة دي فيها ورق وفيها شمس وفيها كل الحاجات دي. فإحنا هنا مش بنتكلم ثيولوجي، إحنا بنتكلم روحيات. إن لو الإنسان الله يملك على قلبه، والله اللي بيحرك قلبه نحو الآخر مش بيعمل العمل ده عشان التباهي او التظاهر او الكلام ده، لا، ده هنا عنده خطية كبرياء. مفيش صدقة. وزي ما قلت استوفوا ايه اجرهم، خلاص الناس مدحتهم انتهت. زي ما كنت التانيين بيرموا فالناس بتمدحهم، ده رمى كيس كبير شكرا خلاص خلصت. لكن القلب الذي يقدم بحب
هو قلب يملك عليها الله، والقلب الذي يملك عليها الله هو قلب ايه؟ تائب. كويس دي؟ طب ازاي تنجي من الموت بقى؟ دي لذيذة. عندنا كذا حدث. ايه رأيكم لما ايليا وقف قدام اخاب وقال له لا يكن مطر ولا طل الا عند ايه؟ قولي. والدنيا نشفت، ربنا قال روح اقعد عند النهر والنهر نشف، قال له روح بقى فيه في صرفة صيدة ارملة وروح اقعد عندها وهي دي اللي هتعولك. راح لها دي نشرب، اديت له يشرب، قال لها ايه؟ طب اعملي لي بقى ايه كعكة سخنة كده، راجل بيتأمر هنا بتاع ربنا بقى ومنحق. فقالت له انا ما عنديش غير شوية دقيق وشوية زيت، هعمل بيهم كعكة كلهم انا وابني ون ايه ونموت. حط خط. قال لها لا اعملي لنا الاول. كويس. عملت له اكل باركه، فقال لها ايه؟ كوار الدقيق ايه؟ لا يفرغ، وكوز الزيت ايه؟ لا ينقص. يبقى الصدقه اللي هي عملتها دي عملت لهم ايه؟ احيتها، انقذتهم من ايه؟ من الموت. تخيل الصدقه اللي هي عملتها دي انقذتهم، ما كانت هتموت. ده هي قالت له كده انا ما عنديش غير شويه دقيق وشويه زيت هعملهم وناكلهم ون ايه ونموت. يعني الست دي لو كانت رفضت انها تخدم ايليا وتاكله كان ايه اللي هيجرى لها؟ كانت ماتت هي وابنها. الصدقه مش بس تحمي من الموت، لا ده انا هقول لكم حاجه اصعب من كده، ده تقيم من الاموات. ازاي؟ الست دي بعد شويه ايه اللي حصل لابنها؟ مات، وخده حطه فوق وتمدد عليه وصلى لربنا. لما صلى لربنا قال له ايه؟ قال له انت هتسيء اليها وهي احسنت اليا؟ قال له كده، انت هتسيء اليها بإماتة ابنها وهي احسنت اليا؟ فعادت نفس الولد الى ايه؟ عادت روحه الى ايه؟ الولد، وداهولها ودفع الولد حي لإيه؟ لأم. يبقى الصدقة تحمي من الموت، والصدقة تعمل إيه كمان؟ تقيم من الموت. تاخدوا واحدة كمان، إليشع تلميذه لما كان بيروح عند الشنمية، وبعدين دي كانت غنية أكل وشرب ومهتمية بيه، وبعدين قالت له لا ده انا مش عاجبني كده، ده انا حاملين لك عليه، يعني عاملين لك اوضه برايفت كده فوق البيت تيجي تقعد فيها. فجاب جحزي تلميذه وقال له يا جحزي الست دي نعمل لها ايه قصاد المحبه والعطاء بتاعها دي، الصدقه بتاعتها دي؟ قال له الست دي جوزها شيخ وما عندهاش ابن، فجابها وقال لها السنه الجايه يكون عندك ابن. كويس، ده نتيجه ايه؟ صدق. وبعدين الابن ده جرى له ايه؟ طلع مع ابوه الحقل، جاله لفحة شمس، مات، راحت له، مرت النفس. روح يا جاهزي معاه، لا انت. عمل ايه؟ اقامه. صح؟ الصدقة ايه؟ تنجي من الموت وتقيم كمان من ايه؟ تاخد واحدة كمان بقى في العهد الجديد عشان ما تبقاش كلها عهد قديم. ايه رأيكم بقى في بطرس لما كان في يافا وجالوا اتنين رجاله وقالوا له احنا عندنا واحده اسمها طبيصه، طبيصه دي تعالى شوف القمصان اللي هي بتعملها لنا، شوف الشغل بتاعها، شوف تعبها من اجلنا. فراح بطرس عمل ايه؟ من اجل ايه؟ يبقى الصدقه تعمل ايه؟ تقيم من ايه؟ تحمي من الموت، بل تقيم من ايه؟ من الموت. طب بقى ايه موضوع الظلمة بقى؟ اما بيقول له ولا تدع النفس تصير الى الظلمة. ايه بقى دي؟ ناخد مثل بقى من العهد الجديد. ايه رأيكم في كيرنيليوس؟ كيرنيليوس ده كان راجل ايه؟ قائد مئة، راجل روماني عسكري، بنى مجمع. انا شفت الحته بتاعت كيرنيليوس دي اللي بناها، بنى مجمع لليهود تمام، وكان بيصلي
أنه يعرف ربنا، لأنه أساسا كان وثني، وكان بيقدم صدقات للشعب. وهو بيصلي ظهر له إيه؟ ملاك، وقال له إيه؟ أن صلواتك وإيه؟ وصدقاتك قد إيه؟ قبلت. صلواتك وصدقاتك قد إيه؟ قبلت. في واحد اسمه بطرس نازل عند سمعان الدباغ، روح هاته، كان في يافع البحر، وهو يقول لك تعمل إيه. فهو بطرس بيتكلم، وبطرس ده كان يهودي صعب يعني، عشان يروح بيت أممي كان صعب. والمرة الوحيدة اللي يحل الروح القدس فيها على الإنسان قبل ما يتعمد، احنا عمرنا ما ندي سر ميرون قبل المعمودية، ما ندهنش بالزيت 36 رشب قبل ما نعمد، وده اللي كان التلاميذ بيعملوه، كان يعمدوا وبعدين يدوا يضعوا عليهم الايادي. لكن ربنا عشان يخلي بطرس يثق ان هذا الانسان مقبول امامه، وانتقل من ظلمة عبادة الاوثان الى نور المسيح، عمل ايه؟ يقول وهو يتكلم حل الروح القدس. فبطرس قال لهم يلا نعمدكم. ده الحالة الوحيدة اللي الروح القدس حل عليهم قبل، مش عشانهم هم بس، عشان بطرس يصدق ان الناس دي ايه؟ مقبولة. يبقى لا تدع النفس تصير ايه؟ في الظلمة. قد كده الصدقة مهمة؟ عشان كده الجزء ده في سفر توبيا مدرسة لكل الحاجات اللي فيها خدمة اخوة الرب. وان الانسان ربنا حطلنا نظام، قال هاتوا العشور وجربوني لكي يكون في بيتي ايه؟ طعام. ولما اليهود ما التزموش بكده قال لهم ان انتم ايه؟ سلبتموني. ان انتم ايه؟ سلبتموني. ليه؟ لان زي ما قلت لكم الصدقة هي act of love. طبعا احنا احيانا نعتذر ان ما فيش فلوس، ما فيش امكانيات، واللي يحتاجوا البيت يحرم على مش عارف ايه والكلام ده كله، لكن ده مش صح. بالعكس 99% زائد بركة ربنا اكتر بكتير من 100% بدون ايه؟ بركة. وهو هنا بيرد عليها، يعني الموضوع ده ممكن يبقى موضوع لوحده كده عن الصدقة. بيقول كده إن كان لك كثير فإيه؟ فابذل كثيرا. عندك كتير ادي كتير، وإن كان لك قليل فاجتهد أن تبذل القليل بإيه؟ بنفس طيبة. مش يبقى الواحد قاعد وإيه؟ إلا البند ده بنفس إيه؟ طيبة. ليه؟ أنا الحقيقة أنا طول عمري ده فكري في هذا الموضوع. العشور مش فلوسنا، يعني أنا بعتبر كده ربنا بيرزقك، ربنا بيعمل بارتنرشيب معك، أنا بتكلم بلغة البيزنس، ربنا بيعمل بارتنرشيب معك، بيعمل شركة معك، بيرزقك بمية، بيقولك حبيبي أنا ليا 10 فيهم، فأنا لما بجي أحط العشرة دي في الكنيسة أنا مش بتجبى أو مش بدي ربنا حاجة، أنا اللي بديها له. ده الجزء ده بتاعه. الجزء ده إيه؟ زي ما انت يبقى لك شريك، فالشريك ده حقه، ده هو اللي انت بتاخد 90-10. لو واحد بيجيب لك رزق غالبا بياخد 51%، لكن ربنا بيقول لك انا عايز ايه؟ 10. عشان كده هو قال كده، عندك كتير ادي كتير، عندك قليل ايه؟ فانك تدخر لك ثوابا جميلا الى يوم الايه؟ الضرورة. ودي تفكرني بالآية الجميلة اللي قالها السيد المسيح في متى، كنت جوعانا فايه؟ وعطشانا ومريضا. كل دي اعمال صدقة. على فكرة الصدقة مش بس الفلوس، طبعا العشور دي وصية، لكن الصدقة مش بس فلوس، احيانا الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، لما تلاقي واحد نفسه مرة وتقول له كلمة كويسة دي صدقة، غير لما تلاقي مرة وتقول له من اعمالكم صلت عليكم. فرق. فهنا الصدقة شيء كبير، عشان كده السيد المسيح لما جه قال لنا عن اللي على يمينه واللي على شماله، كان الفرق بينهم هو ايه؟ هو الصدقة بصورها المختلفة، جوعان وعطشان وكل الايه؟ الحاجات ديت. تصدق من مالك ولا تحول وجهك عن فقير، وحينئذ في وجه الرب لا يحول عنك. اكثر من رائعة. يعني انا في اقوال اباء كتير هنا، بس انا كده تيكينج فيري لونج. ان تخيل انت لما لا تحول وجهك عن فقير، الله لا يحول وجهه ايه؟ عنك. كان فعلا قول يوحنا ذئب الفم ان الله اعطى الملكوت للفقراء
وأعطى الأغنياء مالا ليشتروا الملكوت من الفقراء. يعني تخيل انت ربنا ادى الناس الأبدية وادى الناس فلوس عشان يشتروا من الفقراء دول. فبيقول لك الذي لا يحول وجهه عن الفقير الله ما يحولش وجهه ايه عنه. كفاية على موضوع الصدقة كده لأنه موضوع لطيف الحقيقة. بعد كده بيبتدي يخش في حاجات تانية في المعاملات الشخصية بتاعته هو بقى. الموضوع الصدقة ده مجتمعي. يجي يقول له ايه؟ احذر لنفسك يا بنية من كل زنا. وهنا في العهد القديم كان دايما الزنا بيتكلم على الفعل الجسدي. لكن انا ما بيقول له كل زنا يعني في انواع من ايه الزنا. زي المسيح ما جاء في العهد الجديد وقال من نظر الى امرأة واشتهاها فقد زنا بها فين؟ في قلبه. احذر يا ابني لنفسك من كل زنا، لان دي حاجات الشيطان بيحاربنا بيها. ولا تتجاوز امرأتك، يعني زي ما بولس الرسول ليكن لكل واحد ايه امرأته ولكل امرأة ايه بعلها. لا تتجاوز امرأتك يعني ما تروحش لواحدة تانية، ما تتجاوزش. يعني انت ليك شركة مقدسة مع واحدة تبقى هي الواحدة دي وخلاص. مستبيحا معرفة ابدا، يعني ما تنتقلش من دي. الاباء يقولولنا ان الحاجات اللي بيحذروا منها دي مبنية فوق بعضها. يعني يقولولنا ان الزنا سبب للي بعده اللي هو الايه الكبرياء. يقول ولا تدع الكبر ايه يستولي على افكارك او اقوالك. بيقول الذي يتكبر لا يحترس فيقع في الزنا، لكن الانسان الذي هو متضع يحط قدامه الآية اللي بتقول تمموا خلاصكم بخوف وإيه ورعدة. الكبرياء أصل لكل الشرور، لدى خطية الشيطان، وانت عارفين القصة دي. الكبرياء بيبقى في الفكر أو القول، لأنه مبدأ إيه مبدأ كل وجع يعني غالبا. ولا تدع الكبر يستولي على أفكارك وأقوالك، لأن الكبر مبدأ كل هلاك. الإنسان اللي قلبه ربنا لا يملك عليه هو متمركز حوالين ذاته، ولما يتمركز حوالين ذاته يبقى الكبرياء هو اللي إيه تلاقي بقى يجي العند والتعالي. وهنا بيوريك إن الكبرياء بيجي في الفكر ويجي في الأقوال. أصل أنت اللي أنا أفهمه ما حدش يفهمه، أصل أنا مش عارف إيه. وطبعا ده كله كان الطريق اللي يعني لو انا شفت عداوة الكتبة والفريسيين للمسيح كان سببها ايه؟ كبرياء، انهم عايزين ستين هولدنج الاوثوريتي بتاعته. يبقى هنا بيحذروا هو من الزنا وبيحذروا من الكبرياء. وكل من خدمك بشيء فوفيه اجرته لساعته واجرة اجيرك لا تبقى عندك ابدا. دي اي التعاملات. كل من خدمك بشيء فوفيه أجرته. اللي يعمل لك شغلانة انت متفق معه على أجر ايه؟ وفي آية تانية بتقول اعطي الأجير أجره قبل أن يجف ايه؟ عرقه. أجره وأجرة أجيرك لا تبقى عندك أبدا. في ناس كده تحب ايه؟
يقول لك خلي له اكسر له قرش كده بس عشان ايه يتنه يجري ورايا وايه ويقعد يقول لك ايه الفلوس دي اما شغلها اما ولدها شوية وبعدين ايه ده كل ده غلط كل ده ايه مكره للرب يعني ده مش حاجة احنا نعملها كل ما تكره آية 16 دي آية ذهبية كل ما تكره أن يفعله غيرك بك فإياك أن تفعله أنت بغيرك الآية دي في العهد الجديد بتقول إيه كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم كل ما تكره أن يفعله غيرك بك فإياك أن تفعله أنت بغيرك الآية دي بتعالج الدبل ستاندرز عارفين الانكونسيستنسي اللي عند الناس اللي هو إيه لينا احنا مبارك محلل وللآخرين ايه وبئس المصير احنا دايما نحلل لنفسنا كل حاجة كل حاجة شتم اصل اثرني سرق اصل انا محتاج مش عايز اكمل يعني سلسلة خطايا لكن التاني لو عوج راسه كده بص بص على الناس ده انسان مش محترم شايف ما يمكن رقبته بتوجعه كل ما تكره أن يفعله غيرك بك فإياك أن تفعله أنت بغيرك في قصة لطيفة كان في واحد عايز يبقى يهودي فراح لرباي قال له أنا حقف على رجلي اليمين تعلمني الناموس كله بتاعكم وأنا واقف على رجل واحد فراح ضربه قال له امشي احنا نهرج فراح لواحد تاني رباي تاني اسمه ابن هليل قال له علمني الناموس كله فقال له الآية دي قال له كل ما تكره أن يفعله غيرك بك فإياك أن تفعله أنت بغيرك قال له طب فين بقيت الناموس قال له بقيت الناموس بيشرح لك تعمل دي ازاي بقيت الناموس بيشرح لك تعمل دي ازاي يعني تخيلوا اديك مثل بسيط خالص يعني واحد متنرفز وشتم حد هو متخيل مثلا اللي قدامه لو شتمه يقول لك ده شتمني ما يقولش انا اللي ابتديت اشتم صح طب ما انت شتمته اشمعنى انت شتمتك مبرره ان انت اتنرفزت وهو شتمته لان هو انسان غلط وانسان اهان الذات الملكيه والكلام الكبير ده يجي مثلا اي حاجات معاملات ملهاش اول من اخر كل ما تكره ان يفعله غيرك بك فاياك ان تفعله انت بغيرك كل ما تريدون هكذا فعلوا انتم ايه ايضا يعني اديكوا تدريب بسيط خالص اي انسان في الدنيا عايز حاجتين عايز يحب ويتحب عايز يحب ويتحب يعني قول لي اكل اشرب مش عارف ايه كل ده كويس على عيني وراسي بس الاساس في اي حاجة هو ايه ان انا احس ان انا محبوب وان انا احس ان انا عندي قدرة ان انا احب مظبوط ابتدي حب كل احد تقدر تعمل كده تغاضى عن اخطاء الناس وحبهم هيحبوك انا اقول لكم على حاجة بسيطة جدا الموضوع ده مش في الهيومنز ده حتى في الحيوانات لو حد عنده قطة أو كلب لا مؤاخذة يعني وإحنا في أمريكا البيتس دي يعني قليلة الشأن يعني وضربت القطة هتعمل لك إيه طب لو مسحت لها على رأسها كده تعمل لك إيه هتيجي تقعد إيه تتدلع عليك وتمسح نفسها فيك وتعمل كده دي قطة دي قطة تخيل بقى أخواتك تخيل أخواتك الاخواتك ما تكلمش على اخواتك بالجسد انا بتكلم على الهيومانيتي يعني عامة في ناس صعبة في ناس تكرمها تأذيك بس مين اللي هيأذيه مين اللي هيتكلم معاهم مش انت لان انت هتتعب هنا ليه النقمة انا وجازي يقول ايه الرب حبيبي حقك ما بيروحش حقك ما بي ايه ما بيروحش لان الله ضابط الكل الله ضابط الكل اللي هيأذيك في حاجة ربنا هياخد حقك بس انت يا ريت ما تشغلش بالك انك تاخد حقك وتضيع حياتك كلها ألم وتعب كل ما تكره أن يفعله غيرك بك فإياك أن تفعله أنت بغيرك وصية موجودة
في العهد القديم وفي العهد الجديد وفي كتابات فلاسفة كتيرة جدا. دي الوصية دي موضوع كده لوحده، وياريت ان احنا نتعلمها، بلاش ان احنا نحط نفسنا دايما في الريسيبيان سيت، يعني ايه المستقبل، انا ما احبش وعايز اتحب، انا اغلط وعايز ما حدش يغلط فيا، انا اخد وعايز الناس كلها تدي. طب ليه بتاع ايه يعني، انت مين يعني؟ كل ما تكره ان يفعله غيرك بك فاياك ان تفعله انت بغيرك. كل خبزك مع الجياع والمساكين، دي برضو آية مجتمعية وتمشي على الاثنين ليه وللمجتمع، والمساكين، واكس العراة من ثيابك. يعني ايه كل خبزك مع الجياع والمساكين؟ المسيح قالها لو انتوا بتدوا اللي يقدر يديك في اي فضل ايه لكم. الاشرار بيفعلوا كده مش كده؟ المسيح قال لنا كده، قال لو انت بتدي، يعني احنا عندنا البند ده بس بنحط له عنوان جميل اسمه جمالات، بالذات في الافراح والمناسبات والتخرج والحاجات دي، تلاقي ايه، لا ده انا كاتبه الليسته كده، دي اديت للواد 100 دولار، دي اديت له 500 دولار، دي مش عارفه عملت ايه. فاحنا لازم، طب واللي ما عندوش فلوس يديك لما يجي عنده مناسبه هتديله ولا لا ده مش في الليسته؟ ها مش في الليسته، ده نطلعه ليه؟ بالعكس، ده هو قال لنا كده، خليك زي ابوك السماوي الذي يشرق بشمسه على الايه، على كل أشرار والأبرار. فبيقول له كل خبزك مع الجياع والمساكين، بتعلم التضاعة. أنا فاكر في مرة كان حكيت لكم كذا قصة حصلت على ظهور المسيح لناس بينفذوا الآية ديت. أقول لكم واحدة بس أفكركم بواحدة، كان واحد دكتور وكانت مراته شوية يعني من الناس يعني بالشوكة والسكينة يعني، فهو كان يروح يصلي في كاتدرائية، هي طبعا ما بتسهرش، بتروح تعمل اكل وبتاع، ف وطبعا هو بيتاخر فمش هتستناه. فمره قبله واحد قال له ممكن تاخدني في سكتك، شكله مبهدل كده، والراجل كان متضع جدا، قال له اه تعالى اخدك، انت رايح فين؟ قال له وديني اي حته بس كده اخد مواصله ولا بتاع. فقال له انت هتعيد فين؟ هتفطر فين؟ قال له ما عنديش حاجه. قال له تيجي تفطر معايا؟ قال له يا سلام افطر معك. فراح الراجل اشترى اكل وخدوا العيادة بتاعته وقعدوا كلوا، قعدوا كلوا، عارف ان هو مين؟ كنتوا ايه جوعانا فيه؟ كل ما فعلتوه باحد اخواتي هؤلاء الاصغر فبي قد فعلتم. عشرة المتكبرين تعلمنا الكبرياء، وعشرة المتضعين تعلمنا ايه؟ للتواضع. واكس العراة من ثيابك، عارفين الكونتينرز اللي بتتبعت بس الحاجات الكويسه بس، ليه؟ لان اللي يدي لربنا يدي احسن حاجه. ضع خبزك وخمرك على مدفن البار. توبيا هو مؤسس موضوع الصدقه، عارفين الطلعه، عارفين موضوع الطلعه؟ هو طبعا الميت ده مش هياكل ويشرب، اه الفطير لا ده في غير الفطير، لما كنا زمان في الخدام مدارس احد ونروح الطلعه دي فكنا نعرف محبه الست لجوزها من نوع الفطير، لو فطير ناشف ومعمول بقى تبقى نعرف انه كان منشف ريقها يعني، لكن لما تبقى عامله بقى سايح كده وبتاع وبرتقان قد كده واحيانا كان تفاح، ويعني الحقيقه كنا نعرف على طول نوعية العلاقة ماشية ازاي. فهو بيقول له ضع خبزك وخمرك على مدفن البار، يعني انت الناس المنتقلة ديت اصنع، ومين البار هنا برضو هو بيقول له يعني اعمل صدقة على روحي يعني. وعلى فكرة الموضوع ده، علش انا اقول لكم ده رأي شخصي، يعني احنا في كل الجنازات بنعمل اكل ونقعد ناكل ويعني الدنيا وردية يعني مفيش حاجة يعني، بينما الاصل في الحاجات دي حاجتين. الاصل مش ان احنا الناس اللي عندها مقدرة تقعد تاكل يعني، الاصل في الحكاية دي كانت حاجتين. الحاجة الاولانية ان الناس اللي جاية من اصفار بعيدة وما كانش فيه درايف ثرو اكل، زمان ما كانش فيه درايف ثرو اكل، وكان اهل الميت يقعدوا ما يطبخوش 3 ايام، فكان كل بيت يطلع صينية عليها اكل
والناس اللي جايه من البلاد اللي حواليهم وتاكل، واهل الميت اللي ما بيعملوش اكل ياكلوا. الحاجه الثانيه اللي اهم من دي ان كان الاكل ده بيقدم صدقه للمرحوم او المنتقل كنوع من التقدمه، تقدمات. ودي نقطه مهمه ان احنا نقدم تقدمات على ارواح هؤلاء، ومازال في ناس ملتزمه بكده وبتعمله ان هم بيقدموا تقدمات باسم ناس انتقلوا، ودي بتبقى عطيه قدام ربنا جميله. لكن طبعا الامور بتتحول لصور ايه اخرى. فبيقول له ضع خبزك وخمرك على مدفن البار ولا تاكل ولا تشرب منها منهما مع الخطاه. يبقى احنا بيقدم صدقات من اجل المنتقلين وبينفصل، على الرغم ان هو في آية 17 بيقول له كل خبزك مع الجياع، لكن بيقول له لا تاكل ولا تشرب منهما مع الخطاه، لان العشره ال ال العشره الرديه تفسد الاخلاق الايه الجيده. واخدين بالكم؟ طبعا انا هقول حاجه دلوقتي انا مش مقتنع بيها قوي، بس اهو تامل لاحد الاباء. يعني بيقولوا ان آية 18 دي كانت بتتكلم على سر الإفخارستية، لأنه بيتكلم على خبز وخمر على مدفن البار على المذبح. واخدين بالكم؟ ده رأيي، قالوا أحد الآباء، يعني ممكن تاخدوه ممكن ما تاخدوهوش. وبيأكدوا بأن هو خبز وخمر، ويأكدوا أن هو لا تأكل ولا تشرب منهما مع الخطاة، يعني الخطاة ما يتقربوش إلى مائدة الرب. ده رأيي، تأمل يعني، ممكن تاخدوه ممكن ما تاخدوهوش. التمس مشورة الحكيم دائما. الآية دي مهمة خالص. يعني بيقول يوحنا ذهبي الفم، إذا ذهبت للطبيب لتعرض أفكارك فتأكد أنك تتكلم مع طبيب وليس مريض يزيدك سقما. يعني في واحد لما تيجي تعرض له فكرك يقوم يعمل إيه؟ يحط لك أفكار أسوأ في دماغك، ودي صعبة. التمس مشورة الحكيم، والحكيم لا بالسن ولا حاجة، هي بالخبرة وبتملك الله على الإنسان. فالإنسان البار يتلو فم البار يتلو إيه؟ الحكمة. فلو هو إنسان بار هيتلو الحكمة. أحب أن أنتوا تقروا سفر يشوع بن سيراخ عشان تتعلموا الحكمة. بارك الله في كل حين، يعني على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. واسترشده لتقويم سبلك، يعني ما تعملش حاجة إلا وانت بتاخد مشورة ربنا، سواء بالصلاة بالراحة القلبية بقى بالاعتراف. وإقرار كل مشوراتك فيه، انت كل حاجة يعني راند بربنا، هل ده يوافق المسيح ويوافق ربنا ولا لا. بعد ما قال له كل الوصايا ديت في 20 آية، وقال له يعني عيش ببساطة وكل مع الفقراء وكده، قال له بقى ايه؟ تعالى ده في حاجة كده ايه اقولها لك كده on the side. يعني بيقول له اعلم يا ابني اني قد اعطيت وانت صغير 10 قناطير من الفضة لغبيولس في راجيس مدينة الماديين ومعي بها ثق. 10 قناطير فضة دي حوالي 500,000 جنيه، كان مبلغ كبير جدا. ده كان في الوقت اللي هو عنده علاقات وبزنس كبير. زمان كانوا يعملوا الثق بطريقتين، الثق يعني زي دوكيمنت كده، يا اما يعملوه على جلد حيوانات ويتكتب، يا اما كانوا يعملوه على طين وبعدين يحرقوا الطين ده فيبقى بقى زي الحجر. وكانوا يعملوه بطريقتين، يا اما بطريقه ان هم يعملوا ثقين متشابهين وكل واحد العاطي والاخذ كل واحد يحتفظ بثق، او ان هو يعملوا ثق واحد ويقسموه. فلما يقسموه ما ينفعش يمشي مع ثق تاني الا هو نفسه. النوع ده كان كده، النوع اللي عمله توبيا الاب كان كده. بيقولوا ان الفلوس دي اداها للراجل ده، وكان توبيا الابن عمره 2 سنين، فما يوعاش للايه للحادثة دي. فقال له طبعا موضوع الثق ده موجود في الكتاب المقدس تاني، ارميا اتكلم عليه، وعندنا في العهد الجديد في المثل اللي قاله المسيح على وكيل الظلم لما جابهم وقال له خد ثقك واكتب 80 وخد ثقك واكتب 50 والكلام ده كله. فهنا بيقول له على الرغم ان انا مش عايزك تعتمد على الفلوس، لكن انا بقول لك انت ليك ايه فلوس عند الراجل ده، لان هو كان متخيل ان هو هيموت خلاص. وحيث ذاك فانظر كيف تتوصل اليه،
احنا رجيس دي كانت مدينة بعيدة شوية عنهم، فهو بيقول له شوف انت هتقدر تروح له ازاي. فتقبض منه الزنة المذكورة من الفضة وترد عليه سكه، لان السك ده مهم بالنسبة للاخذ ان هو يبقى معلهوش دين. فهو هنا ما قالوش يعمل ايه، لانه ما كانش عنده حل في الوقت ده، هنشوف الحل الاصحاح الجاي الاصحاح الخامس. ولا تخف يا ولدي، يعني ايه لا تخف؟ يعني جبت الفلوس او ما جبتش الفلوس مقضية، الذي جمع كثيرا لم يفضل والذي جمع قليلا لم ينقص، كله في الاخر بايه؟ بيتساوى. فإننا نعيش عيشة الفقراء، وفعلا في ناس أغنية وعندهم مقدرة كبيرة مالية، لكن بيعيشوا عيشة الايه؟ الفقراء. ولكن سيكون لنا خير كثير إذا اتقينا الله وابتعدنا عن كل خطية وفعلنا خيرا. ده بيتكلم على ايه؟ على الأبدية، بيتكلم على الأبدية. بيقول اللي قاله بولس الرسول في كورنثوس الثانية، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل ايه؟ شيء. طبعا شيء رائع الفكر ده. على فكرة اللي بيبص لعربية فلان وبيت فلان وشنطة فلان وساعة فلانة والخاتم الالماس بتاع علانة، او التعبير صعب ما تستحملوني يعني، ده جعان. ليه؟ لانه مش حاسس بالكنز اللي عنده. هو انت عندك كنز، الكنز ده هو ايه؟ نصيبك في السماء. لكن كل الحاجات ديت، هات لي خاتم الماس 5 قارات وحطه في ايد واحدة ميتة، هيقومها؟ عربية مش عارف whatever name، هتعمل له ايه؟ ولا حاجة. عشان كده بيقول له ما تخافش، احنا عايشين عيشة الفقراء، ولكن لنا خير كثير إذا اتقينا الله وابتعدنا عن كل خطية وفعلنا خيرا، هيكون لنا ميراث ملكوت الايه؟ السماوات. ودي بتاخدنا الموضوع مهم جدا، الشبع بربنا يخلينا نحس ان احنا ايه؟ من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا على ايه؟ الارض. ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي ايه؟ بهما. خلاص؟ ربنا يبارككم. ياريت ان احنا نعلم ولادنا الحاجات ديت، ومش نكتبها في وصية ونديها لهم، ممكن كل واحد فيكم يطبع الاصحاح ده اصحاح 4 ويوزعه على العيال، لكن الافضل ان هو يتلمزهم عليه. الصدقة، الاتضاع، الحب، مخافة ربنا، الانتاكت فاميلي، الاسرة المترابطة، كل الحاجات الجميلة دي. ربنا يبارككم، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. في أي سؤال في الإصحاح ده؟ وهم في الأسر ما كانش فارق معهم النجاسة، لأنه ما كانش عنده هيكل ولا عبادات، فيعني مش هتفرق معهم. لا، هم كانوش بيلتزموا خالص يعني، كان في حاجات كتير، لكن هو بالنسبة له كرامة الميت دفنه. فحتى لو هو هيتنجس، هو حتى تتنجس مش هيروح يقدم ذبيحة، مش هيقدر يروح الهيكل، مش هيقدر يروح يصلي، الحاجات دي كلها هم كانوا محرومين منها اساسا. طيب، المجد لله. تفضلوا نصلي يا ابانا الذي في السماوات.